أيضا من بغداد ينضم إلينا مراسلنا حيدر البدري. حيدر مرحبا بك. حيدر، ما الجديد بشأن مباحثات الكتلة الأكبر؟ إلى أين وصلت الأمور؟ أهلا علي، أهلا بكل من يشاهد يو تي في. يعني الحقيقة أنه ربما الوضع يتجه إلى سيناريو أشبه بسيناريو 2018 وليس سيناريو 2010، هكذا تحدث لنا ضالعون في السياسة وقريبون من كواليس الحديث عن التشكيل الحكومة القادمة أو الكتلة الأكبر. قبل كل شيء يجب أن ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات، وهذا أمر قد يطول حتى تحسم الكثير من المواضيع، منها احتجاجات من وصفوا بالخاسرين. أيضا قد يكون هنالك اتفاق ضمني بين المالكي آسف والصدر، اتفاق تحت الطاولة يظهر به رئيس وزراء يصوت عليه الجميع كما حدث في 2018 تحديدا. من هي الكتلة الأكبر؟ ما زال هذا هو نقاش القانونيين ونقاش السياسيين. هل هو التيار الصدري باعتبار أن الكتلة الصدرية هي التي جلبت مقاعد أكثر من خلال صناديق الانتخابات، أم أنها الكتلة التي ستتشكل وتعلن نفسها كتلة أكبر بالجلسة الأولى لمجلس النواب؟ لا نعتقد أن هنالك انسدادات سوف تحصل، يعني قد الدستور يقول مرشح الكتلة الأكبر وإن فشل في تشكيل حكومته يرحال إلى مرشح كتلة أخرى. لا، لن نصل إلى هذه النقطة التي لم يصلها مجلس النواب سابقا حتى في كل التجارب الانتخابية الأربع، لا، بل ربما سيكون هنالك اتفاق شيعي، قد يكون طرفاه الأبرزان هما المالكي والصدر، ونخرج برئيس وزراء توافقي كما في كل مرة. عليه حيدر، بمناسبة الاحتجاجات، يعني ميدانيا هل لا تزال الشوارع مقطوعة في بغداد؟ يعني هل لك أن تصف المشهد الآن؟ بصورة عامة لم تقطع الشوارع، هنالك فقط هو الشارع الرئيسي الذي يمر من قرب من مجسر الطابقين أو مجسر الحسنين، قطعت إحدى أطرافه، لكن لأغراض أمنية أو للحفاظ على يعني المتجمهرين يقطع جسر الطابقين في بعض الأحيان، يقطع لساعتين وثلاث، وتقطع بعض الطرق وترجع ويعاد افتتاحها من جديد. اليوم جمعة، وبصورة عامة أيام الجمعة هو قليل السيارات بالشارع، فبنتيجة لا توجد ازدحامات، لكن في أيام الدوام نعم هنالك اختناقات مرورية، خاصة ساعات الذروة الصباحية عند التوجه إلى الدوام أو عند الخروج من أماكن الدوام الحكومي. نعم، حيدر البدري مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.